الله الرحمن الرحيم. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. سيادة الأستاذ محمد يوسف البارودي، سكرتير العام المساعد لمحافظة السويس، نائبا عن السيد اللواء أحمد الهادي محافظ السويس، السيد الأستاذ طلعت خليل عضو مجلس الشعب السويس، السيدة الفاضلة أستاذة مجدة عثمان مدير مركز تنمية الأعمال، الأساتذة وعلماء مصر الأجلاء ممثلي الجامعات والمعاهد والهيئات المصرية، السادة الزملاء والزميلات المشاركين والسيدات والسادة حضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. المعهد القومي لعلوم المحافظة المصايف ده معهد بحث وليس معهد تعليم تابع لوزارة البحث العلمي اللي هي حاليا اسمها وزارة الدولة للتعليم العالي والبحث العلمي. بدأت الأنشطة البحثية للمعهد منذ 1924 في اسكندرية، وكان مسمى المعهد في هذا الوقت يختلف عن الاسم الحالي، وكان يتبع وزارة الزراعة. سنة 1931 تم إنشاء محافظة أبحاث الأحياء البحرية في الغردقة، وكانت تابعة لجامعة الملك فؤاد الأول اللي هي جامعة القاهرة حاليا. في الستينات أو في سنة 1962 تم ضم القرنين الإسلاميين اللي هو اسكندرية والغردقة تحت مسمى معهد علوم البحار والمصايف. في أثناء الستينات برضه تم إنشاء فرع آخر اللي هو فرع المياه الداخلية والاستزراع السمكي في المناطق الخيرية. وفي الستينات برضه تم إنشاء فرع السويس. تم دمج الأربع فروع مع بعضها كلها تحت اسم المعهد القومي لعلوم البحار والمصايف. الغرض الرئيسي الذي أنشئ من أجله المعهد القومي لعلوم البحار والمصايف هو الحفاظ على وحماية واستدامة الموارد المائية المصرية، والتي تؤدي في النهاية إلى زيادة الإنتاجية في تلك الموارد المائية. ولتحقيق هذا الغرض لابد من إجراء البحوث العلمية الأساسية والتطبيقية في مختلف مناحي علوم البحار والمصايف. وفي تربية الكائنات الحية وحل المشاكل المتعلقة بالتنمية والبيئة المائية، سواء كانت هذه البيئة بيئة مية عذبة أو بيئة مية مالحة، مما يجعل الهدف الذي يعمل من أجل المعهد هدف قومي. المعهد القومي لعلوم البحار والمصايف في تنظيمه أو الهيكل بتاعه يضم أربع شعب بحثية: شعبة البيئة البحرية، شعبة المصايد، شعبة تنمية الأحياء المائية، شعبة المياه العذبة والبحيرات الداخلية. وبالشكل ده يبقى المعهد غطى المسطحات المائية المصرية كلها، ما بين مية عذبة متمثلة في نهر العين في مصر، والبحيرات الداخلية في القارون والمنزلة وإبكو والبروليوس والبردويل، والبحرين طبعا البحر الأحمر والبحر المتوسط. هذه الشعب الأربعة بتحتوي على العديد من المعالم اللي هي بتنظم الأقسام في الكليات. كل هذه المعالم وكل هذه الشعب بها عديد من هيئات البحوث ومعاونيهم الذين بيغطوا كل التخصصات، بالفعل بيغطوا كل التخصصات المختلفة. لقد كان للمعهد دور رائد في إنجاز العديد من الدراسات والرسائل العلمية ما بين ماجستيرات ودكتوراه، والمشروعات البحثية الخاصة ببيئة ومصايف خليج السويس والبحر الأحمر وكافة المسطحات المائية وكيفية الاستغلال الأمثل لثروات هذه البحار وخاصة الثروة السمكية. المعهد القومي لعلوم البحار والمصايف بيتفاعل ويتعاون مع العديد من الجهات والهيئات، مثل العديد من الجامعات المصرية وخاصة كليات العلوم والزراعة والثروة السمكية والطب البيطري والمعاهد البحثية. بيتعاون مع المركز القومي للبحوث، بيتعاون مع الهيئة القومية للاستشارة عن بعد وعلوم الفضاء، بيتعاون بالطبع مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بيتعاون مع جهاز شؤون البيئة، بيتعاون مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وفي جهات أخرى كثيرة يعني لا يحضرني في الوقت الحالي في الفهم. رسالة المعهد القومي لعلوم البحار والمصايف بتعتمد على التنمية التكنولوجية لقرارات البحث العلمي بهدف تحقيق
تحقيق التنمية المستدامة لمصادر المية الأزرق والبحيرات من خلال زيادة إمكانيات إنتاج الغذاء ومخالفة التلوث، والعمل على مخالفة الفقر وتحسين مستوى المعيشة عن طريق إدخال وتحديث تقنيات حديثة في مجال المصايد والصيد السمكي وتربية الأحياء المائية من أجل زيادة الكفاءة الإنتاجية والتوظيف الأمثل للطاقات والموارد المتاحة وخفض تكاليف الإنتاج وتقليل الفاقد وتحقيق الجودة. وخلاصة القول أن المعهد يعطي أولوية عالية للبحوث التطبيقية مع التركيز على دور المصايد والاستزراع السمكي في تحسين مستوى المعيشة للمجتمع المصري في إطار تحقيق تنمية بيئية مستدامة تعطي الاقتصاد المصري انطلاقة جديدة تجعله أكثر قدرة على التوافق مع تغيرات العصر وأكثر استطاعة على الصمود بخدمة مصرنا الحديثة ورفاهية مواطنينا. السيدات والسادة الضيوف، نحن ندرك أننا نمر الآن بمرحلة بالغة الأهمية على صعيد التحديات، من جهة التقدم الدولي والعالمي المفروض من جهة أخرى في إدارة واستثمار الموارد المائية، ومن هذا المنطلق تسعى ورشة العمل اليوم إلى إبراز نتائج الأبحاث الجديدة في جميع جوانب الموارد المائية لخليج السويس، وإحنا مركزين في الورشة اللي هي الحقيقة على خليج السويس بحكم أن المعهد موجود في محافظة السويس. إحنا المعهد مش يعني شغال على مستقطات المية زي ما قلت من شوية، سواء خليج السويس أو خليج العقبة أو البحر الأحمر أو البحر المتوسط أو قناة السويس أو أي من البحيرات اللي ذكرتها قبل كده. فإحنا إن شاء الله النهاردة يعني تقريبا كده مخصصين الورشة للمناقشة داخل محافظة السويس. إحنا بنجهز للورشة الجاية إن شاء الله هنطلع لورشة تبقى خاصة بالبحر الأحمر. ولكن نتكلم في الأول على محافظة السويس، لأن المحافظة بتاع محافظة السويس المفروض المعهد يخدم هذا المحيط. هنطلع برا شغالين في البحر الأحمر، شغالين في جنوب سيناء والطور ونويبع وخطاب بتاع حضرتك، شغالين في قناة السويس، يعني بناخدهم قطاع قطاع، بنبدأ في السويس بعدين البحر الأحمر بعدين جنوب سيناء بعدين قطاع قناة السويس وهنم خطة. تسعى ورشة العمل اليوم إلى إبراز نتائج الأبحاث الجديدة في جميع جوانب الموارد المائية لخليج السويس، وبخاصة تربية الأحياء المائية ومصايد الأسماك، بالإضافة لبعض الجوانب الاقتصادية الأخرى. وتوفر ورشة العمل اليوم فرصة للعلماء والباحثين لتقديم ما لديهم من نتائج البحوث والتطبيقات والتنمية في تلك التخصصات. وفي الختام، يعتبر هذا اللقاء فرصة عظيمة لتبادل الخبرات والتعارف ورسم المعالم المرحلة القادمة للتنمية المستدامة لموارد خليج السويس، وخاصة إنتاج السمك، وسمام الجاهدين لتفعيل ما يمكن عليه مداولتكم ومناقشاتكم البناءة من توصيات وتكسيدها على أرض الواقع، لأنها ترسم خريطة العمل المستقبلي وتحدد معالم الطريق لتطوير مصير خليج السويس وتحقيق المزيد من الإنجازات في زيادة إنتاج السمك. أتمنى النجاح لأعمال ورشة عملكم وأشكركم على حسن إصغائكم وأتطلع لرؤية النتائج التي تسفر عنها مداولتكم آملة أن تكون توصياتكم على مستوى التطلعات والتلاقى مع متطلبات المرحلة المقبلة بكل ما تحمله من تحديات، متمنين لكم كل توفيق ونجاح لكم.